رح نروح لنتعرف اليوم على منهجيات وطرق وعلم اتخاذ القرار مع الدكتور يوسف الفروي، مدير تنفيذي في مؤسسة تنموية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وسادة المشاهدين، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. دائما كلياتنا بحياتنا اليومية كل يوم بنقول بدنا ناخذ قرار، وكل يوم بنكون يا عم نتردد يا عم نخاف من اتخاذ هذا القرار، وأحيانا بنقول شو يعني إنه نقدر نتخذ قرار؟ وما المقصود باتخاذ القرار؟ يعني هو إذا بدي هيك بسط الموضوع جدا، فعلا أنت كثير بلشتي بداية صحيحة، إنه نحن كل يوم أنا إذا بدي ألبس هاي القطعة أو هاي، بدي أحكي هاي التليفون أو لا، بدي أروح بهذا الاتجاه أو لا، هاي كلها عمليات خيارات يومية يعني. تماما، هي أنا عم نقي بين مجموعة بدائل، دائما بنقي بناء على شو اللي بيناسب الهدف تبعي. يعني انا في عندي هدف يومي او هدف شهري او هدف استراتيجي، هذا الهدف هو اللي بيحدد انا كيف الاليه اللي بتخذ من خلالها القرار، شو المنهجيه اللي بروح فيها، ليش بروح باتجاه هذا القرار ما بروح باتجاه هذا. طبعا هو علم اصبح واسع واكثر من علم، واذا يعني صح التعبير هو فن، لانه يتجاوز فكره فقط انه انا عم باخذ علوم نظريه جامده، لا، هو تدريب بحاجه كلنا لإله نمارسه بشكل يومي. يعني من لانه بالنهايه كل حدا فينا عنده بعد اداري، يعني الام مديره لمنزل، الاب يعني ليس فقط هو حكر على الاداريين بمناصب عاليه، يعني نحن كلنا بحاجه للتدرب على منهجيات اتخاذ القرار. وكل ما كنا أنضج بهي المنهجية، كل ما يعني وفرنا على نفسنا تبعات اتخاذ قرارات بناء على أمور غير سليمة أو بناء على طرق غير سليمة. هذا نحكي عنه ونفوت فيه دكتور مع دكتور يوسف. يمكن القرار وقت نحن بنقول إنه بدنا نتخذ قرار، بس أحيانا هذا القرار ما بيكون صح، بس نحن بدنا نتخذه. يعني هون دائما يمكن حكيت كلمة كتير مهمة، النضج، يمكن أول وعي، يمكن هي بمرحلة من المراحل ممكن تساعدنا أنه لا نتخذ قراراتنا بشكل صحيح وسليم. إمتى نحن فينا وقت ناخذ هالقرار؟ أحيانا بيكون في دراسة، يعني بيتم عمليات دراسة بعدين نحن بناخذ القرار. في عالم لا دغري بتاخذ القرار، قررت أنه لسه لحقت أنت تعرف شو السيرة حتى قررت. فقديه مهم أيضا أنه نعطي وقت قبل اتخاذات القرارات اللي بتكون حاسمة نوعا ما. يعني هلا أينشتاين كانوا ياخذوا عليه بالمدرسة دائما وأساتذته أنه هذا بطيء بطيء، هو بالحقيقة ما كان بطيء، هو كان عم ياخذ وقته. يعني هذا اللي اثبتوه العلماء فيما بعد، انه اينشتاين حدا ما كان سريع الحكم، ما كان حدا يمرر الامور هيك. كل ما كان الحكم سريع غالبا ما بيكون قرأ المعطيات بشكل كافي. يعني واحدة من المصائب بعالم اتخاذ القرار هو اتخاذ قرار بناء على معطيات غير كافية. غالبا القرارات اللي بتاخذها بناء على معطيات غير كافية تكون قرارات ما هي الأمثل. يعني ما في قرار اسمه القرار المثالي 100%، لأنه هو تبعا للظروف، تبعا للمعطيات الموجودة بين إيدي. فأنا ما بقدر أخذ قرار ناضج وأنا بعيد عن المعطيات، أو أنا مخبي، أو أنا عم شوف بعين واحدة. غالبا اللي بيكون متسرع باتخاذ الأحكام، يعني دائما بتلاقي كبار التنفيذيين اللي فعلا هن ناس ناضجين بصناعة القرار، وناس كتير بيتأنوا قبل إصدار الأحكام، قبل إصدار القرارات، بياخذوا وقتهم بالمقارنة بين البدائل، بدراسة المعطيات. نعم. يعني في هدوء بهيك بيوسم عملية اتخاذ القرار عندهم. ففعلا التسرع باتخاذ القرار غالبا يعني مرتبط بنقص بالمعطيات او بتسرع بالحكم. بالحالتين انا بكون عم باخذ قرار ليس الامثل وفق عمليات اتخاذ القرار. لا، بالبداية ذكرنا أنه نحن باللاوعي تبعنا كل يوم نتخذ قرار على أي شيء معين ممكن نقوم فيه بحياتنا اليومية، ولكن في أشخاص وقت بيتجهوا نحو اتخاذ قرار مصيري بيصير عندهم خوف، بيصير عندهم حالة من التردد، وما بدنا نقول تفكير، ولكن هو خوف من اتخاذ أي قرار، فبيضلوا بنفس المكان، لا بيتخذوا يعني لا بيروحوا هيك ولا بيروحوا هيك. إلى أي حد هذا الخوف ممكن يأثر على حياتهم الاجتماعية وحياتهم العملية فيما بعد، وكيف بيقدروا هدول الأشخاص يتخلصوا منه نحو يدربوا نفسهم نحو اتخاذ القرار؟ يعني قال إذا خفت من شيء فقع فيه. يعني دائما الهروب هو قرار بعدم اتخاذ قرار، هو قرار. صح. أنك أنت تكون
هو من يعني هو طريقه حياه غير سليمه. بس هن الاشخاص بيقولوا ما عم نقدر نقرر هيك بنظرهم بيشوفوا. مزبوط، هو قصه تمرين، انت لتتعود تقرر بامورك المصيريه لازم تكون يعني هيك متحمل المسؤوليه بما يخص امورك البسيطه وقراراتك البسيطه، ما دائما مستعين بمين يقرر عنك او تجي ظروف تجبرك على التوجه معين. فانت لما بتاخذ هيك دفه المبادره بهدول القصص الصغيره بتصير شوي شوي ابسط عليك عمليه اتخاذ القرار المصيري يعني. لانه حكما اذا انت ابسط الامور ما قدرت تبت فيها ما رح تقدر تبت بالامور الكبيره، لكن هذا قرار يعني قرار عدم المواجهه قرار. التدريب هو يعني اساس، لانه مثل ما قلنا انه هو مهاره وليس فقط علم. لنمي مهاره معينه من ابسط الامور، يعني لو ما مثلا قياده السياره امر ما له كثير علميا معقد لكن بده تدريب. صحيح. ما بتكسر هذا الحاجز وبتقود السياره لتجرب انت فعلا مره ومرتين تكسره، لانه مجرد ما تركته لهذا الوهم يتغلب عليك فتره بصير هو يعني سمه عمليه اخذ القرار عندك. فالتغلب وكسر الحاجز النفسي ببلش بانك تاخذ قرار. صحيح. خذ قرار بانك تتجاوز خوفك يعني. صحيح. دكتور احيانا بيكون القرار صعب، يمكن يعني القرار يكون احيانا مؤلم، يعني بده ياخذ هذا القرار ولكن هو ممكن يتعرض لألم بعد اتخاذ هذا القرار، بس هو لا لازم ياخذ لهذا القرار. لأي حد وقت نشوف نحن هيك أشخاص ممكن تاخذ هذا القرار الصعب وتتحمل ممكن ألم؟ كان أحيانا بياخذوا قرار بالانفصال، اثنين بياخذوا قرار بأنه حتى اثنين بيحبوا بعض يتركوا بعض بعد فترة زمنية طويلة، أحيانا الأب بياخذ قرار بابنه أحيانا لا لصالح ابنه، بس هذا القرار صعب. هون الأشخاص هدول لأي حد ممكن بعد هدول القرارات الصعبة يصير عندهم اتخاذ القرار شيء يمكن ينمي المهارة عندهم ويقدروا ياخذوا قرارات بعدين يعني لو كانت مؤلمة؟ هلا فكرة أنه أنا آخذ قرار صعب، دائما عملية اتخاذ القرار تنظر للموضوع من وجهة نظر أنا يعني لما بدي أخذ قرار بدي أشوف الجانب الآخر، أنه أنا إذا ما أخذت القرار شو الكلف اللي بتترتب عليه؟ الكلف النفسية والكافة أنواع الكلف، يعني حسب الميدان اللي عم بحكي فيه. إذا كنت عم بحكي بميدان الأعمال الكلف المادية، إذا بحالة أب وابنه أنا كيف بأثر على هاي العائلة ككل؟ فأنا بدي قارن بين بدائل. عملية اتخاذ القرار المقارنة بين هاي البدائل المفروض تكون عملية موضوعية وليست شخصية. شو يعني عملية موضوعية؟ يعني عملية مبنية على أرقام، على حقائق، على منطق، وليس مبنية على أهواء. هون بكون أنا عم باخذ القرار بشكل صحيح وسليم. هون القرار لو كان مؤلم بيكون أخف وأقل وطأة من أني ما أخذ قرار، لما بكون أنا عم ببني قراري بناء على معطيات بتكون تبعات القرار فيما بعد. لانه يعني انت لما بدك تاخذي قرار بموضوع معين، ان دائما يعني البوصله الاساسيه او القائد الاساسي لعمليه اتخاذ القرار هو انت شو هدفك، لوين بدك توصل. صح. ففعليا انت اذا كان هذا القرار هو ضروري ولازم لاني انا اوصل لهي الوجهه وما عندي بديل عنه حكما بدي اتبناه، يعني ما عندي مهرب. وقت عم نحكي انه يمكن هي الطرق التفكير اللي هي منها اتخاذ القرار ياتي بالتدريب، فينا نقول انه هذا الشيء لازم يكون جزء من منهجنا التربويه والنفسيه اللي ننقلها لاطفالنا لحتى نعلمهم ايضا طريقه الحياه، مو هي فقط طريقه الدراسه والتعليم يعني العلميه، وانما ايضا طرق حياتيه يوميه قد يعني تصل فيهم لهدول الاشخاص لهدول الاطفال في حال كانوا باي جزء من الوطن، انه هن يكونوا فعلا اشخاص فاعلين قادرين على اتخاذ قرار صحيح في يوم ما. هو فعلا يعني شخص مسلوب القرار لا يمكن يكون فاعل وين ما وجد، يعني طبيب غرفة عمليات يملك أكبر مهارات الدنيا وعلوم الدنيا، إذا في لحظات معينة ما له أخذ قرار أو ما قدر يأخذ قرار فيعني فاعليته وكفاءته انخفضت بشكل كتير كتير كبير. هذا الحكي بينسحب على كل أمور الحياة عنا. ضرورة وجوده بالمنهج التربوي أصبح هو جزء من المنهج التربوي بكتير من دول العالم المتقدم، يعني دول العالم اللي يعني اللي عندها جامعات أو اللي عندها مؤسسات تعليمية مشهود لإلها صار جزء بينزل تحت بند بيسموه الثينكينج سكيلز أو مهارات التفكير أو مهارات اتخاذ القرار أو حل المشكلات، صارت جزء من العملية التربوية والتعليمية. لأنه آخر شيء نحن بعصر
أهم من المعلومة في آلية استخدام المعلومة وكيفية توظيفها الأخيرة. يعني هذا الحديث صار أبداً ما له خافي على أحد. يعني جوجل دائماً بنقول جوجل بيعرف كثير قصص نحن ما بنعرفها، ولا فينا نعرف قده، لكن المفروض نحن اللي نوظف جوجل والتقانة لخدمتنا وليس العكس. فهون أنا لازم أكون بقدر وظف المعطيات ودرب الجيل. طبعا لازم تكون مقرر تعليمي وتكون جزء من اي يعني مو جزء منفصل، لا هي جزء مدمج بكل المناهج وبكل الامور اللي عم يتعلموها الطلبه اثناء دراستهم، ما تكون فقط منهج مستقل. دكتور يوسف، يمكن موضوعنا يطول كثير وعن جد هو جدا مهم، وركزت على نقاط مهمه. يمكن مثل ما قلت احيانا بيكون الانسان غافل عنها، ولكن هي ضروريه، وهي كل يوم مثل ما قالت ميسان بتمرق باللاوعي بحياتنا. بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور يوسف الفروي. ان شاء الله يا رب هيك نكون قدرنا نحقق الهدف للمشاهدين من خلال المعلومات اللي قدمتها. نورتنا. اهلا وسهلا فيكم.